أكد وزير الصناعة والتجارة يعرب لقضاء أن الأسقف السعرية الجديدة لأنواع الخبز الثلاثة سوف تتراوح بين 30 قرشا و40 قرشا مقارنة مع 16 قرشا و24 قرشا حاليا. وبين لقضاء في مؤتمر صحفي أن الحكومة ستقوم بتوزيع الدعم على المواطنين الذين يتقاضون رواتب أو معونات من خزينة الدولة من خلال رواتبهم، بينما سيتم تحول الدعم لبقية المواطنين على حساباتهم البنكية عن طريق تسلمها من بنوك سيتم اعتمادها من قبل الحكومة. الخبز 45 مليون وسيعود إلى المواطن. 35% لطبيعة نهجهم الغذائي يستهلك تقريبا 40% من حجم إنتاج الخبز في الأردن. يمكن مجموعة لا بأس فيه، مجموعة كبيرة، اعتمادها على الخبز اعتماد كبير مقارنة بمعدل الاستهلاك للمواطن الأردني. أيضا نتيجة الآلية التي اتبعت سابقا يوجد بالحد الأدنى، ترى يا إخوان، نسبة هدر تصل إلى بحدود 10% من إنتاج الخبز، رغم أن هنالك دراسات وعدت من جامعات محترمة وفرق على مستوى رسالة الدكتوراه. يعني كان في أحد الجامعات الأردنية فريق عمل برسالة الدكتوراه من 13 دارس في الدكتوراه لتحديد طبيعة الهدر الموجود في الخبز.